صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. في البداية حابة أرحب بفريق عمل البرنامج، عدنا بالإخراج الزميل سعيد المر، وبالتنسيق الأخت ميرا الغفلي، وبالإعداد الزميل حسني البلاونة. هذه تحياتي لكم، محدثتكم دكتورة بدرية الحرمي، بكون وياكم بإذن الله على مدار ساعة من الحين، ويسعدني تواصلكم ومشاركتكم عبر أرقام التواصل 6005514114 وعبر الرسائل النصية 4006. أعزائي المستمعين، مثل ما عودناكم دائما في برنامجكم صحة وسعادة راح نتناول وياكم أهم المواضيع الطبية والصحية اللي تهمكم وتهم مجتمعنا، ويسعدنا كذلك أن نفتح لكم قنوات التواصل مع هيئة الصحة في دبي لاستقبال مشاركتكم أو سماع اقتراحاتكم أو ملاحظاتكم، واللي بدورها تسهم بتطوير وتحسين خدماتنا الصحية وتحقيق رؤيتنا نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. فقراتنا لها اليوم متنوعة، عندنا فقرة تهتم بآخر الدراسات وأخبار الصحية، وعندنا فقرة السوشيال ميديا، فقرة التغذية، وبالأخير عندنا فقرة تتعلق بالحدث الأكبر اللي الكل يترياه إكسبو 2020. على العموم خلونا الحين أعزائي المستمعين نبدأ بأول فقراتنا ونشوف شو عندنا من أخبار صحية. خبر اليوم يتكلم عن أسباب صعوبة نوم الأطفال. مثل ما تعرفون نحن الحين في بداية موسم الدراسة بعد إجازة الصيف طويلة، والكثير من عيالنا يعانون من خربطة روتينهم اليومي وخاصة النوم. خلونا نشوف الرابطة الألمانية لطب الأطفال والمراهقين شو قالت. الرابطة هاي كشفت أن صعوبات نوم الأطفال لها عدة أسباب، منها أسباب عضوية وأخرى نفسية. وأوضحت الرابطة أن الأسباب العضوية تتمثل في الأمراض يعني الحادة أو المزمنة، مثل التهاب اللوزتين، التهاب الأذن الوسطى، الحساسية، الربو والصرع. في حين الأسباب النفسية تتمثل باضطرابات الخوف، القلق، الاكتئاب والمشاكل الأسرية أو المشاكل في المدرسة. وقالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أن يمكن للوالدين مواجهة صعوبات نوم الأطفال بعدة تدابير، منها تنظيم وقت النوم والاستيقاظ بأوقات محددة، الابتعاد عن الأنشطة اللي تأثر على مستوى اليقظة لدى الطفل، يعني قبل ما يذهب إلى الفراش مفروض ما نخليه يعني يشاهد التلفزيون أو يستخدم الهاتف أو الجهاز اللوحي الذكي أو يعني ألعاب الحاسوب، ونستبدلها بالأنشطة اللي تساعد على النوم والأنشطة الهادية مثل نقرأ له بعض القصص. وضروري وبالنهاية ومن المهم الاهتمام بتغذية الطفل السليمة، ونتجنب يعني نعطي الطعام في وقت متأخر في المساء أو قبل يعني الذهاب إلى النوم مباشرة. أعزائي المستمعين كان هذا خبرنا، والحين إن شاء الله بناخذ فقرة السوشيال ميديا وبنتعرف يعني على آخر المستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها. معانا الحين الزميلة أسماء الجناحي مسؤولة السوشيال ميديا في هيئة الصحة بدبي. صبحكم الله بالنور سور عليكم دكتور وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. صبحك الله بالخير والنور والسرور عزيزتي أسماء ونورتي البرنامج. شو عندك من أخبار اليوم؟ من الأشياء اللي نحن نذكر فيها المتعاملين أن المدخل الرئيسي لمستشفى دبي مغلق لأعمال التطوير اعتبارا من تاريخ 12 وكان يوم الأحد، وأنه مستمر لانتهاء أعمال التطوير، ونحن نتمنى من المتعاملين استخدام المداخل البديلة. أيضا من ضمن الأشياء اللي موجودة نحن نحب نذكر بمواعيد العمل في نادي مركز كوفيد فحص كوفيد من المركبات بنادي النصر، واللي تم تمديد أوقات العمل من الساعة 8 صباحا ليكون حتى 8 مساء. قبل كان من الساعة 8 صبح الساعة 1، لكن الآن من الساعة 8 للساعة 8. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن نحب نذكر فيها برنامج الزمالة، اللي هيئة الصحة فتحت
باب التسجيل في برامج التخصصات الطبية الدقيقة الزمالة، وذلك من 14 وحتى 30 سبتمبر، وهي للتخصصات مثل أمراض القلب والأمعية الدموية، أمراض الجهاز الهضمي لدى الكبار، أمراض الدم، طب الأمراض الصدرية للكبار، العناية المركزة للأطفال والخدج، والطب النفسي عند الأطفال والمراهقين، وصحة الأمومة والطفولة. ممكن الجميع أن طريقة وآلية التسجيل في البرنامج تعبئة النموذج، نموذج الطلب، وإرساله على البريد الإلكتروني fellowship@dha.gov.ae. سيتم عرض جميع الطلبات على لجنة التدريب البرامجي وتحديد موعد المقابلة الشخصية، وبعدين سيتم الإعلان عن الأسماء المقبولين. تقريبا هالأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي. وأيضا نحب نذكر الجميع أن جميع مراكز هيئة الصحة بدبي الخاصة بتطعيم كوفيد-19 هي من خلال المواعيد المسبقة، ممكن أن يحجزون موعدهم من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي أو من خلال خدمة الواتساب اللي هي على 800342. كل اللي عليهم أن يحفظون الرقم في قائمة الاتصال ويكتبون كلمة هاي على الواتساب، وراح تطلع لهم الخيارات الموجودة أو الخدمات المتاحة من خلال خدمة الواتساب. طيب هالأشياء كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى للجميع الصحة والسعادة، ونتمنى لهم خميس سعيد وونيس. شكرا لك عزيزتي أسماء. طبعا الأخبار الطيبة اللي قلتي لنا إياها يعني أخبار حلوة، وخاصة موضوع الزمالة اللي ذكرتيه والبرنامج اللي تطرحه هيئة الصحة في دبي، وهذا مثل ما تعرفين أن هذا يسهم في تطوير الخبرات اللي عندنا والكوادر اللي عندنا. كانت وياكم الزميلة أسماء الجناحي اللي هي مسؤولة وسائل التواصل الاجتماعي في هيئة الصحة في دبي، واللي خبرتنا أهم المستجدات وأهم الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي. أعزائي المستمعين، الحين تكلمنا طبعا في البداية عن الخبر اللي عندنا عن صحة يعني كيفية التغلب على صعوبات النوم لدى الأطفال. من الأفكار اللي ممكن احنا نعود عيالنا ان يعني عساس ينتظم عندهم النوم، احنا نحاول نعودهم ان ينامون وقت مبكر، ونحاول يعني نصحيهم على نفس الوقت، وقد ما نقدر ان ما نخرب رقاهم خلال وقت يعني إجازة نهاية الأسبوع. وكذلك من الأشياء المهمة إذا الطفل عانى يعني من صعوبة النوم لفترة طويلة، إن ما نغفل ممكن يكون يعني إنه يعاني من بعض المشاكل النفسية أو غيرها، وإحنا ممكن نراجع المختصين بشأن هذا الموضوع. أعزائي المستمعين، الحين يعني بناخذ فاصل وبنرجع إن شاء الله وياكم فقراتنا، نكمل فقراتنا لهذا اليوم. فقرتنا عقب الفاصل بتتكلم عن التغذية، وبنتكلم عن موضوع مهم وايد ويخص كثير من الأشخاص واللي يعني ممكن يعني يعانون من هذه المشكلة، وبنخبركم عن موضوع حساسية القمح، وبعدين وبنتكلم عن فقرة اللي هي تتعلق بإكسبو 2020. خلونا ناخذ الفاصل الحين ونرجع نكمل وياكم فقراتنا لهذا اليوم. تريونا صحة وسعادة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة. يعني نحب نذكركم بأرقام التواصل 600-551-414 وعبر الرسائل النصية 4006، وتذكروا أن مشاركتكم وتواصلكم ويانا أكيد يسعدنا. أعزائي المستمعين، نسمع عن بعض الأشخاص أنهم يعانون من حساسية القمح، ومجرد أنهم يتناولون يعني القمح أو أحد مشتقاته تصير لهم بعض الأعراض التحسسية. وعشان نعرف أكثر عن هالموضوع، يسعدني أن أستضيف وياي اليوم عبر الهاتف الأستاذة سهى نوفل، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير أستاذة سهى، يا مرحبا وسهلا فيك في برنامجنا صحة وسعادة. يا مرحبا فيكم جميعا حبيبتي. أستاذة سهى، حابين نعرف ونعرف اللي الكل يسمعونا عن حساسية القمح، شو هي حساسية القمح وشو أسبابها؟
تمام. هلا حساسيه القمحيه سبحان الله بيصير في الجسم عندنا كرده فعل، الجهاز المناعي بيعمل عندها رده فعل من مجرد الانسان ما يتناول القمح او اي من منتجات القمح. هذا بيكون بسبب نقص في بعض الانزيمات المتخصصه في انها تعمل على تحليل القمح في جسمنا، فالجهاز المناعي نتيجة لوجود القمح في الطعام أو القمح كقمح نفسه بيعمل عندنا ردة فعل غير طبيعية. هذا الجسم الأجسام المضادة اللي في الجهاز المناعي تطلع في لحتى تتصدى للبروتينات اللي موجودة في القمح. فحساسية القمح بتكون بسبب، يعني هي بتكون ضد أحد البروتينات الأربعة الموجودة في القمح. القمح مش بس عبارة عن جلوتين زي ما ممكن يجي في ذهن أي إنسان، لا، حساسية القمح غير حساسية الجلوتين كجلوتين. الجلوتين واحد من البروتينات الأربعة الموجودة في القمح، فحساسية القمح بتكون رد فعل عكسي لواحد من هاي الأربع بروتينات الموجودة في القمح، سواء كان الجلوتين أو الألبيومين أو الجلوبولين أو الجلايدين. القمح فيه أربع أنواع من البروتين، فهاي بتكون ردة فعل تحسسي لأحد هذه البروتينات الأربعة الموجودة في القمح. زين أستاذة سهى، نبغى نعرف يعني المستمعين شو أعراض حساسية القمح، والناس اللي يعانون من هاي النوع من الحساسية إذا أكلوا القمح أو أحد مشتقاته شو من الأعراض اللي ممكن يواجهونها؟ تمام. هلا احنا لو حكينا على الناس اللي ممكن يتعرضوا لها او ممكن ينصابوا فيها، هي غالبا منتشره بين الاطفال، سواء كان الرضع او الاطفال اللي لسه جهازهم المناعي او الجهاز الهضمي عندهم ما كان مكتمل بكل الانزيمات بكل الاغشيه والخلايا اللي المفروض تكون عند الجهاز الهضمي، الخلايا المبطنه يعني للجهاز الهضمي. فهذول ممكن الناس يكونوا اكثر عرضه لحساسيه القمح. والناس اللي عندها تاريخ عائلي في المرض، يعني عندهم بالجدود أو الأب أو الأم أو حدا من العائلة، أو عندهم أي نوع حساسية غير حساسية القمح، حتى الناس اللي عندهم ممكن حساسية أكزيما أو ربو ها أو حساسية ضد أطعمة أخرى ممكن تتداخل مع حساسية القمح. فكيف أنا ممكن ألاحظ كأم أو كولي أمر على ابني إنه فعلا هذا ممكن يكون عنده حساسية من القمح؟ من ظهور بعض الأعراض زي ما حضرتك تفضلتي اللي هي ممكن تكون شائعة، مثل عندي طفح جلدي، أهم هاي الأعراض عندي الطفح الجلدي اللي ممكن يصيبهم للأطفال، احتقان في الأنف، صعوبة بالتنفس، بيصير أحيانا طبعا حكة مع الطفح الجلدي وتورم في الفم عند الحلق، قد يصل الموضوع إلى غثيان وقيء. فهاي وإذا كانت الحساسية مفرطة وشديدة عند الشخص ممكن تؤدي إلى صعوبة شديدة في التنفس وألم في الصدر، ولازم مباشرة يروح للطبيب يعني يعمل تحاليل اللازمة. إذا وصلت الحد الأعلى اللي هي الألم في الصدر مباشرة على الطوارئ عشان يتخذوا الإجراءات اللازمة لهذا الشخص. يعني هي شدة الحساسية والأعراض هاي تعتمد على كمية القمح اللي يتناولها الشخص، تعتمد على الكمية، وممكن حتى إذا بذل الإنسان، يعني ممكن تكون عنده حساسية خفيفة لكن إذا بذل جهد، يعني تخيلي هي مرتبطة حتى أحيانا ممكن تظهر الأعراض بشكل أسرع إذا الإنسان بذل أي جهد رياضي بعد هاي الوجبة اللي فيها القمح، يكون هو عاد عنده تحسس خفيف أو مش مدرك يعمل مجهود بدني كبير، هذا بيحفز التفاعل التحسسي وبيزيد من سوء استجابة الجهاز المناعي عندي للبروتين الموجود في القمح. فهاي يعني هون ممكن تظهر الأعراض عند شخص يمكن ما يكون ملاحظها إذا كانت خفيفة، لكن مع وجود المجهود البدني الزايد تظهر بشكل أكثر. فلازم ننتبه خاصة زي ما حكينا الأطفال، ممكن هي بالتدريج تصير تخف مع العمر، الحساسية القمح إحنا بنحكي مع العمر ممكن تصير تخف وبمتابعة الطبيب وبمتابعة أخصائي التغذية، لكن باستمرار اللي عنده حساسية قمح لازم يظل باستمرار يراجع الطبيب، يراجع أخصائي التغذية لغاية إن شاء الله ما يتشافى منها إذا كان في مجال إنه يتشافى منها نهائيا. يعني هاي أحد العوامل اللي ممكن تحفز إن الأعراض ممكن تطلع اللي هي مثل ما ذكرتي. أيوة. النشاط البدني، هل هناك في عوامل أخرى أستاذة سهى ممكن تحفز بعد ظهور الأعراض هذه؟ العوامل اللي ممكن تساعد على ظهورها زي ما حكينا إذا كان هذا الشخص عنده تاريخ عائلي فأكيد لازم ألاحظ أنا مباشرة على إبني إنه ظهرت عنده هاي الأعراض.
إذا لاحظت إنه مجرد ما بياخذ هذا القمح أو بتزيد كميته بيصير عنده تهيج في الجلد. هاي كمان من الأشياء اللي بتزيد وبتحفز على إني أنتبه إنه فعلا أنا ابني عنده عرض. إذا ابني كان عنده كثير من الانتفاخات في البطن ومرة يعني صعوبة في الهضم، معناها أنا لازم أنتبه إنه عنده فعلا حساسية من القمح. يعني ويتم تشخيصه عن طريق يعني الأخصائيين؟ نعم، التشخيص بيكون في عدة في المستشفيات، هناك في عدة طرق لتشخيص الحالة، فحوصات مخبرية، يعني في الدم، فحوصات ممكن يعملوا له صورة يشوفوا كيف وضعية الأمعاء، يفحصوا الأنزيمات وتواجدها، التاريخ العائلي، حتى في غير فحص الحساسية اللي هلأ موجود طبعا هو الحمد لله متوفر حتى في الدولة، غير هذا الفحص على حساسية الطعام ممكن يصير عن طريق التجربة، كمان بيسموه فحص الغذائي، يعني يشوف الدكتور مع الطبيب كم متى بتظهر هاي الأعراض، عند أي جرعة من القمح بتبلش فعليا هاي الأعراض، حتى يحدد نسبتها، هل هي مع كمية بسيطة، هل هو مجرد ما يشم بودرة القمح نفسها ولا لا بده كمية أكبر. فهو بمساعدة الطبيب والفحوصات، هاي مجموعة من الفحوصات بيبين عنا مدى شدة هذا التحسس عند هذا الشخص. طبعا زي ما حكينا مع العمر ممكن تصير تقل، عشان هيك لازم متابعة مستمرة تكون. يعني هي مو بس أننا نتناول القمح ومشتقاته، ممكن حتى إذا شموا دقيق القمح ممكن يتعرضوا للحساسية. في الحساسية الشديدة. نعم زين. الأستاذة سهى، إنزين هل هناك في طرق للوقاية للتقليل من أعراض الأشخاص اللي يعانوا من حساسية القمح؟ طبعا هي أهم شيء من ناحية، لو حكينا من ناحية علاجية بشكل عام، طبعا أكيد الطبيب بيوصي له على أدوية معينة، أدوية الحساسية، على بعض المكملات الغذائية اللي ممكن يحتاجها هذا الشخص. إذا كان عنده الحساسية شديدة معناها هو حيصير عنده سوء امتصاص في الخلايا المبطنة للأمعاء الدقيقة، فبصير عنده سوء امتصاص لبعض الفيتامينات وبعض الحديد اللي موجودة في القمح، خاصة القمح الكامل خلينا نحكي، لأنه بيحتوي على عديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لجسمي. فحتى وإذا هذا الشخص ما بيقوم بسد هذا النقص من مصادر غذائية أخرى، فعندها أيضا بيحتاج لبعض المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب، مش أنا على مسؤوليتي أروح وأخذ أي مكمل غذائي، لا، تحت إشراف الطبيب. فهو ممكن يعطي العلاج كدواء للتحسس، أدوية الحساسية للدكتور بيشوفها مناسبة لهذا الشخص، بعض المكملات الغذائية اللازمة. وبالناحية التغذوية ضروري جدا طبعا أنه يتبع حمية بعيدة فيها، يتجنب فيها منتجات القمح نهائيا. والقمح ليس فقط المعجنات أو الخبز كخبز، لا، عندي حبوب الإفطار تحتوي على نسبة من القمح، المعكرونات فيها القمح، حتى بعض اللحوم المبردة مثل النقانق والأطفال جدا بيعشقوها بيحطوا فيها القمح، نشا الذرة في جزء من القمح، أحيانا الكاتشب لازم أنتبه وين موجود وأحاول أتجنبها، الآيس كريم، صويا صوص، كلها هاي فيها نسبة لو حتى بسيطة من القمح، فلازم أنا أكون منتبه لهذا الموضوع. وأعتقد هناك أكيد بيكون عندنا في بدائل يعني عن استخدام القمح، خاصة الأشخاص اللي يعانوا من هالحساسية، أو مثلا بعض الوصفات أو الوجبات اللي ممكن نستبدل القمح بمثلا مكون آخر. نعم، مثل الأرز، طحين الأرز، يعني اللي عنده حساسية القمح ممكن يتناول الشعير، ممكن يتناول الشوفان، فهاي كلياتها ممكن تكون عندي بدائل، والبدائل الحمد لله الآن متوفرة وبكثرة، وممكن نحصلها يعني على أرفف الجمعيات اللي هي تكون خالية من الـ هذا. إنزين القمح. أستاذة سهى، يعني أنت الحين يعني بكلامك وشرحك عن طرق الوقاية، أعتقد من الأشياء اللي وايد مهمة أن نحرص عليها لما نشتري يعني أغراض البيت من الجمعيات، إن إحنا نشوف مكونات يعني المنتج من على الملصق الغذائي، هذا وايد مهم، صح؟ نعم، هاي اللي أنا كنت فعليا النصيحة حابة أوجهها لجمهورنا لو مستمعينا الأعزاء، إنه ضروري جدا ضروري
أقرأ البطاقة الغذائية، خاصة إذا كان عندي طفل صغير وعنده حساسية من القمح، ضروري جدا أقرأ البطاقة الغذائية الموجودة على المنتجات. وانتبهوا، البطاقة الغذائية لما يكون عندك خالي من الجلوتين لا يعني إنه خالي من القمح، هاي نحط تحتها خط أحمر. في كثير منتجات بكتب لك خالي من الجلوتين، حكينا إحنا الجلوتين واحد من الأربع بروتينات اللي موجودة في القمح، يعني اللي عنده حساسية الجلوتين هو متخصص بس حساسية الجلوتين. انتبه، هل يوجد منتجات، يعني هل القمح موجود في هذا المنتج لكن بس شايلين منه الجلوتين؟ فكل منتج مكتوب عليه خالي من الجلوتين لا يعني انه خالي من القمح، هو ممكن يكون خالي. فانتبه، ضروري جدا الام لما تروح تشتري او الشخص اللي بيروح يتسوق ينتبه على البطاقة الغذائية زي ما حضرتك تفضلتي، للتعرف على محتواها من القمح والتأكد من انه خالي من القمح ومنتجاته بشكل عام كاملة وليس فقط خالي من الجلوتين. لانه زي ما حكينا ممكن تكون في عندي اي نوع من القمح بيدخل في كثير من المنتجات الغذائية حتى لو بكميات بسيطة، فضروري اقرأ البطاقة الغذائية حتى احمي طفلي واحمي نفسي اذا كان عندي حساسية من القمح. صحيح. شكرا لك استاذة سهى نوفل، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، ونلقاك ان شاء الله في حلقات جاية باذن الله. اتمنى لك يوم سعيد وشكرا على هالمعلومات القيمة. شكرا لكم، يوم سعيد للجميع ان شاء الله ونهاية اسبوع سعيدة. شكرا. أعزائي المستمعين، الحين بناخذ فاصل وبنرجع ونكمل وياكم آخر فقرة لنا في حلقتنا اليوم، وهي الفقرة اللي بتتكلم عن إكسبو 2020. تريونا صحة وسعادة. يا مرحبا بكم أعزائي المستمعين مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة. نذكركم أرقام التواصل 600-551-414، واللي يحب يتواصل ويانا عبر الرسائل النصية على الرقم 4006. تواصلكم ومشاركتكم تهمنا وتسعدنا. أعزائي المستمعين، أيام قليلة وتفصلنا عن انطلاق الحدث الأكبر والأجمل إكسبو 2020. هذا الحدث الكبير اللي تستعد له إمارة دبي، واللي يترقب الكثيرين حول العالم للاستمتاع بفعاليات المتنوعة والمتعددة، وأكيد قضاء الأوقات الرائعة وصنع الذكريات الاستثنائية. واللي متوقع أن هذا الحدث بيستقطب ملايين الزوار على مدار 6 أشهر. فقرتنا الحين بتتكلم عن إكسبو 2020، وبالأخص برنامج الناس وكوكب الأرض. وعشان نعرف أكثر عن هذا البرنامج، يسعدني أن أستضيف عبر الهاتف الأستاذة هند البوم، مدير تطوير وتصميم المحتوى لدى إكسبو 2020، للحديث عن برنامج الناس وكوكب الأرض. السلام عليكم، أشكركم على الاستضافة الحلوة. وعليكم السلام والرحمة، يا مرحبا وسهلا فيك أستاذة هند، حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يحييك. أستاذة هند، في البداية عرفينا عن برنامج الناس وكوكب الأرض اللي بينظمه إكسبو بإذن الله في إكسبو 2020. برنامج الإنسان وكوكب الأرض بشكل عام عبارة عن منصة عالمية لنحقق كلنا تقدم في صناعة مستقبل أكثر أمناً وصحاً لكل من يعيش على كوكب الأرض. وطبعا مثل ما تتمثل مهمتنا في الاستفادة من إكسبو كنقطة انطلاق ليكون لما سنفعله إن شاء الله معا تأثير ملموس، ويكون بوسعنا تقييم أثره الإيجابي علينا وعلى الأجيال الجاية. فإن شاء الله راح ننظم من خلال برنامج الإنسان وكوكب الأرض 10 أسابيع متخصصة تتناول موضوعات متنوعة، منها مواضيع صحية بالإضافة إلى 18 يوما دوليا. وإن شاء الله رح يتطرق كل واحد من هالفعاليات والمناسبات لقضايا رئيسية ذات أهمية عالمية. أستاذة هند، ممكن تخبرينا عن المواضيع اللي بيتطرق لها البرنامج خلال 10 أسابيع؟ يعني بتكون عبارة عن شو هالمواضيع أو متعلقة بشو بالضبط؟ طبعا، فإن شاء الله نحن مثل ما قلت البرنامج إن شاء الله راح
راح ننظم 10 أسابيع موضوعية، ومن هاي الأسابيع إن شاء الله عندنا مثلا أول أسبوع راح يكون عن موضوع التغير المناخي والبيئة، وثاني أسبوع راح يكون إن شاء الله عن موضوع الفضاء. ومن خلال هالأسابيع ومن خلال هالبرامج راح إن شاء الله ننظم فعاليات وتجارب وحوارات ونقاشات طبعا، والهدف منها إن نحن إن نحصل إن شاء الله حلول لكل هالتحديات. وطبعا كل هالمواضيع اللي حددناها نحن وصلنا إليها باتساق مع الأهداف 17 للتنمية الاستدامة المحددة من قبل الأمم المتحدة، وصممنا البرنامج بالتعاون مع المجتمع العالمي، وإن شاء الله رح يسخر قدرة أكسبو الدولي على حشد الطاقات لتأسيس إرث بعيد الأمد يحفز التغير الإيجابي إن شاء الله. أستاذة هند، الحين أنت ذكرتي من خلال حديثك أنه بيكون هناك بعض البرامج الصحية، وإحنا طبعا تمنا البرامج هذه، خبرينا، سمعنا عن برنامج الصحة واللياقة أو البرامج الصحية اللي بيحتوي عليها البرنامج خلال 10 أسابيع الجاية. طبعا فنحن الحمد لله نحن خصصنا 8 أسبوع بمشاركة منظمة الصحة العالمية وأيضا مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية لمناقشة ممارسات الصحة واللياقة وكل ما يتعلق من مواضيع ثانية بعد التقنية الصحية، تقديم الرعاية الصحية بقيادة المجتمعات المحلية، وطبعا أيضا العافية والسعادة. فإن شاء الله من خلال هالأسبوع رح ننظم حوارات مثل ما قلت التجارب لكل الزوار إنهم إن شاء الله يستوعبون الموضوع ويتعلمون أيضا، وإن شاء الله هم يغيرون أساليب حياتهم وطريقة عيشهم، وطبعا تفاعلنا مع كل ما حولنا. يعني البرامج الصحية رح تتناول كيف مثلا اتباع أنماط الحياة الصحية، وكيف مثلا إنه يعني إحنا نعرف الناس شو الخدمات الصحية، هي نعم، أو آخر هي نعم. مثلا المستجدات الصحية، هي نعم طبعا. ومن خلال هالأسبوع إن شاء الله رح يكون الزائر يقدر ياخذ رحلة على إكسبو ويدخل الأجنحة اللي راح تتكلم عن مواضيع صحية. فنحن إن شاء الله راح نزين رحلات الزوار من خلال تطبيق إكسبو، وعلى كل أسبوع يقدر الزائر مو بس ينعزم لهالفعاليات، بس طبعا يقدر ياخذ فكرة وإن شاء الله يدخل الأجنحة اللي راح نتناول هالمواضيع. يعني بيكون هناك في جدول مرتب وبالفعاليات وبالأنشطة اللي تخص المواضيع الصحية هذه. هي نعم. ومثل ما ذكرتي إنه بيكون كان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجامعة محمد بن راشد. هي نعم. تمام. إنزين، ذكرتي عن أسبوع الغذاء أو الزراعة وسبل العيش، ممكن تحدثينا عن يعني هذا الأسبوع شو الأنشطة اللي يعني ممكن يتناولها خلال هالأسبوع، أو شو بتكون عندكم من أنشطة؟ نظمنا 9 أسبوع، فمثل ما ذكرت أسبوع الصحة واللياقة رح يكون 8 أسبوع، والـ9 أسبوع رح يكون نحن خصصناها للغذاء والزراعة وسبل العيش، وخصصناها ونظمناها بمشاركة بيبسيكو وأيضا مع وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات المتحدة العربية المتحدة. وإن شاء الله راح يركز الأسبوع على محاور رئيسية منها الأنظمة الغذائية مثلا، وإهدار الطعام والسلامة الغذاء، وأيضا الأمن الغذائي. تمام، المواضيع وايد الصراحة شيقة، ويعني وتهم كل شخص في المجتمع، خاصة اللي قلتي عنها سلامة الغذاء، وهذا وايد مهم خاصة أن احنا في الأجواء هذه يعني الأجواء الصيفية، وايد مهم أن احنا نهتم يعني كيف أن احنا نحافظ على سلامة الغذاء، ونهتم أن احنا يعني نتجنب يعني أعراض التسمم الغذائي وغيرها. فبيكون أعتقد أكثر في الأنشطة هاي بتكون فيها توعوية، أو مثلا بتكون فيها مثلا نصائح للجمهور وشغلات هذه.
هي طبعا وكل من كل المواضيع طبعا احنا نبغي نحفز الزوار، نبغي نحفز المجتمع انهم يتعلمون من هالمواضيع، وطبعا ان شاء الله نترك اثر ايجابي في حياتهم من خلال التجارب والفعاليات والنقاشات. ممتاز. أستاذة هند، خبرينا مثلا إذا عندك مثلا أي نصيحة أو كلمة أخيرة ممكن توجهين الكل اللي يسمعونا برنامج صحة وسعادة. شكرك على هذه الكلمة الأخيرة. فالشيء الوحيد اللي حبيت أعقب عليها هو أن أكسبو راح يكون أول تجمع عالمي. طبعا من ما عرفنا جائحة كوفيد ومن ما مرينا هالأعوام الماضية، نحن حبينا إن ننظم برنامج مفيد ويترك أثر إيجابي وأثر ملموس للمجتمع المحلي والمجتمع العالمي. وإن شاء الله راح يكون البرنامج راح يمثل فرصة ذهبية إن كلنا نشتغل ويا بعض ونتخطي التحديات اللي كلنا نواجهها. فنحن حددنا أولويات البرنامج والمواضيع اللي حددناها نحن يعني نعتبرها أولويات كل حد، أولويات كل إنسان، تهمنا كلنا. والحلول إن شاء الله الحلول اللي إن شاء الله راح نوصل فيها من خلال النقاشات والفعاليات راح إن شاء الله تشكل طريقة تفكيرنا وسلوكياتنا، وإن شاء الله تدفعنا نعيد تصور مجتمعات الغد. صحيح. إلى مستوى اجتماعي واقتصادي مع التزام بتعزيز كرامة الإنسان ونوعية حياته. وأكيد مثل ما ذكرت أستاذة هند، هاي المواضيع تهم كل فرد من أفراد المجتمع لأن الصحة هي أهم ما يملكه الإنسان. صحيح والله. صحيح. طبعا لا شك أن يعني الأنشطة اللي راح تقدمونها خلال أسبوع 2020 بتكون لها فايدة على مو بس مجتمع الإمارات، على كافة مجتمعات العالم. وإحنا الصراحة مش يعني مترقبين الحدث هذا ونترياه، وإن شاء الله يا رب الكل يستمتع ويستفيد من هاي الأنشطة ومن هذه الفعاليات إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك أستاذة هند البوم، مدير تطوير وتصميم المحتوى لدى إكسبو 2020. شكرا لك على يعني على حديثك الشيق وعلى هالمعلومات اللي عطيتينا إياها في برنامجنا. أتمنى لك يوم سعيد إن شاء الله ونلقاك بحلقات جاية إن شاء الله. أشكركم. أعزائي المستمعين، طبعا احنا الحين مثل ما ذكرت بداية الحلقة في يعني دخلنا بداية موسم المدرسة، وفي هناك وايد أمور مهمة أن احنا لازم نراعيها على أساس أن يعني نضمن لأطفالنا يكون عام دراسي آمن، عام دراسي يعني مليء بالإنجازات وعام دراسي موفق لهم. من الأشياء المهمة واللي نركز عليها اللي هو الحديث المستمر مع أطفالنا والحوار وياهم. هذا ما تعرفون أن كيف الحوار بين الطفل وبين أبويه كيف يعني يترك له أثر إيجابي في نفس الطفل. إحنا نقول يعني هي مش المسألة أن إحنا نقضي الوقت كل يعني مثلا مع أطفالنا، لا، هي المسألة تتعلق بيعني جودة الوقت هذا أو كيف إحنا نستغل وقتنا حتى لو كان يعني صغير أو قليل، نستغله بطريقة أن إحنا نقدر يعني نترك أثر إيجابي في نفسية أبنائنا. فمن الأشياء المهمة اللي لازم نراعيها أن إحنا نحاول نتحدث مع أطفالنا كل يوم لو حتى 10 دقائق، ربع ساعة، نتكلم عن المدرسة، نسألهم شو كان يومهم وكيف قضوا يومهم الدراسي، يعني نحاول نسمع لهم أكثر، نشوف شو مخاوفهم، خاصة لا تنسون أن احنا في بداية عام دراسي جديد، وأكيد كل طفل
بيحس بالتخوف، لأن هذا مثل لأن هذا بتكون بالنسبة له تجربة جديدة، بيخاف من يعني المواد اللي بياخذها، بيخاف إنه مثلا ممكن تكون يعني مثلا إذا كان منتقل من مدرسة لمدرسة ثانية، أو حتى مثلا تغيير يعني زملاء أو حتى مدرسينا. نحاول نسمع لهم، نحتوي مخاوفهم، هذا الشيء وايد بيساعد على التقليل من التوتر والقلق اللي عندهم. وطبيعي بتشوفون أطفالكم في البداية يعني متوترين، أو حتى ممكن تشوفونهم بعض الأوقات يعني يعصبون بدون سبب. إنزين، فالحوار هذا وايد مهم، وهذا الشيء مثل ما ذكرت إنه يأثر عليه بشكل إيجابي، وبيساعدنا كذلك إن إحنا نكتشف إذا كان هناك في أي خلل أو مشكلة ممكن الطفل يكون عانى منها من الأعوام الدراسية السابقة، واللي تكون مثلا يعني تركت أثر وفي ذاكرته، يعني إنه لا يعني هل أثر يعني ترك في ذاكرته ومثل أثر عليه وعلى نفسيته. مثل يعني نذكر مثل التنمر بين الأطفال، هاي واحدة من أحد يعني من أحد الأسباب اللي يعني يخلي الطفل أكثر قلق وأكثر خوف، ويبدأ هذا الشيء عنده مع بداية كل عام دراسي، لأنه خايف أن هذا الموقف مثلا يتكرر أو هذا التنمر يتكرر عليه يعني مرة ثانية. فمن المهم وايد أن احنا حديث والحوار بين الأبوين وبين أطفالهم نحرص عليه. وكذلك من الأشياء المهمة واللي تساعد على تحسين نفسية الطفل خاصة في بداية العام الدراسي، نحاول أن احنا نتواصل مع المعلمين من البداية. من البداية نتواصل وياهم، نتحدث يعني عن إذا كان طفلنا مثلا عنده أي مشكلة، يعاني من أي مشكلة، لازم نعرف المعلمين فيها على أساس إحنا يكون نتعاون معاهم لتخطي هاي المشكلة. ومن الأشياء بعد الأفكار الجيدة أن إحنا نتكلم مع المعلمين قدام الطفل. تعرفون لما أنا أتكلم مثلا مع مدرسة بنتي أو ولدي قدام الولد هذا، وأعطي بعض الكلمات التشجيعية أو حتى يعني التحفيزية، هذا الشيء وايد بيأثر في نفسية الطفل وبيخلي أثر إيجابي عنده. وشو بيحس؟ بيحس بالأمان، خاصة في فترات الدراسة الأولى، بيحس أنه لا يعني أن أبوه ولا أمه وياه على طول الوقت. هذا شيء وايد مهم، وايد يعني لازم نحرص عليه، يعني أساس نضمن أن أطفالنا ما يعانوا من أي مشاكل خلال عامهم الدراسي. طبعا كذلك من الأشياء اللي إحنا نحرص عليها، مثل ما تعرفون أن كثير من الناس يعني الحين خاصة تحت جائحة كورونا عندنا التعليم عن بعد، وعندنا يعني بعض الأيام عندنا يعني الحضور اللي هو للمدرسة. فالأطفال اللي مثلا انتقلوا من مدرسة لمدرسة جديدة، وايد مهم ان احنا قبل ما نصدمهم او ان احنا نخليهم يعني يشوفون البيئة الجديدة هذه، وايد مهم ان احنا نصير معاهم المدرسة هذه، ويفضل طبعا يعني قبل ما تبدأ المدرسة. وليش؟ على أساس إن إحنا نراويهم مرافق المدرسة هذه، يتعرفون عليها، يتعودون شوية على شكلها، لأن هذا الشيء راح يقلل كذلك من نسبة التوتر والقلق لهم، وبيخليهم يحسون بالأمان أكثر. وبعد يعني نصيحة لبعض الأمهات لما يأخذون عيالهم المدرسة، من المهم ان انتم تعودونهم انهم يتحملون المسؤوليه. نشوف وايد من الامهات صراحه، واحنا نسمع قصص ان الام ممكن تدخل مع الطالب الصف وتتم وياه على طول، او مثلا توصل الصف وتتم مثلا برع وكل شوي تدخل تطمن عليه. بالعكس هذا الشيء انتم يمكن كامهات تحسون ان هذا راح يقلل نسبة التوتر للطفل، لا بالعكس، هذا الشيء راح يشتت الطفل وراح يخليه يعني يرتبك أكثر. الأفضل حسب يعني الدراسات اللي
كانت يعني تتكلم عن يعني كيف ان احنا نحسن من نفسية الطفل في خلال ايام الدراسة. الافضل احنا نرافق الطفل لين المدرسة عند باب المدرسة خلاص، ونخليه يواجه الحياة، نخليه يعتمد على نفسه وما نرجع له لين ما يخلص الدوام. هذا افضل اساس ان احنا ما نخلي يعني نخليه يجرب، خليه يشوف يكتشف عالمه، خليه يتحمل مسؤوليته، هذا شيء وايد مهم. كذلك من النصائح المهمة واللي مثلا يعني ممكن تكون أفكار كذلك جيدة تحفز الطفل إنه يعني يستقبل عامه الدراسي بكل حب، بكل يعني بثقة، إن احنا نحاول ننظم وقت أطفالنا، وضروري إن احنا نحط خطة دراسية للمذاكرة، يعني نحدد أوقات الدراسة، نحدد مثلا من ساعة هذه للساعة هذه دراسة أو حل واجبات، من ساعة هذه لهذه ممكن يكون وقت مثلا للعب. هذا الشيء يعني الأطفال ما يقدرون ينظمون أوقاتهم، لكن يوم أنتوا بتساعدهم تنظمون وقتهم، بالعكس هذا الشيء وايد بيساعدهم، وايد يعني بيعطيهم الثقة في نفسهم. يعني مثلا ممكن ان احنا كذلك نخصص مثلا كورنر عندنا او ركن عندنا في 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 البيت، ونخلي الطفل يختار مثلا الوان هذا الركن، الادوات الموجوده في هذا الركن، ويعني ناخذ له كل القرطاسيه اللي يحتاجها، يعني وبالتالي يترتب هذا الركن على حسب يعني ذوق الطفل والأشياء اللي يحتاجها في المدرسة. بالعكس هذا الشيء بيحس إن هذا المكان خاص فيه، وبيحب إنه وبيحفز إنه يعني يدرس، وإنه يعني يهتم بواجباته. هذه بعض النصائح اللي إحنا ممكن نحرص إن إحنا يعني نتبعها، خاصة في يعني بداية العام الدراسي. وأتمنى يعني لكل أبنائنا وبناتنا التوفيق في عامهم الدراسي، ويكون لهم عام يعني موفق بإذن الله. طبعا الحين حن شارفنا على نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أعزائي المستمعين، الحين وصلنا نهاية حلقتنا هاليوم عن برنامج صحة وسعادة، أتمنى أنها نالت إعجابكم، وتذكروا أنكم تلتزمون بالإجراءات الوقائية، تلبسون الكمام، التباعد الاجتماعي، وكذلك لا تنسون اللي ما أخذ التطعيم ياخذه. كان وياكم بالإخراج الزميل سعيد المر، وبالتنسيق ميرا الغفلي، وبالإعداد الزميل حسني البلاونة. هذه تحياتي لكم، محدثتكم دكتورة بدرية الحرمي. أتمنى لكم إجازة أسبوع سعيدة وجميلة، ولنلقاكم الأسبوع الجاي. أقولكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.